السلام عليكم ورحمة الله. اليوم دكاترة إن شاء الله حناخذ جزئية تروماتودز من عملية الباراسيتولوجي. فالتروماتودز ينقسم إلى 3 باراسيتس فقط. رح تقول علاش في الأسامي هادو كلهم. فإحنا كل باراسيت في التروماتودز حناخذ الانترميديت هوست متاعها. فمثلا عندنا الباراسيت الأولى فاشيولا هيباتيكا وحناخذ الانترميديت هوست متاعها لمنيا سنيل. وعندنا الشيستوسوما مانسيني وحناخذ الانترميديت هوست بايم فلوريا سنيل. وعندنا الشيستوسوما هيماتوبيم اللي هي أخت الشيستوسوما مانسيني وحناخذ الانترميديت هوست متاعها اللي هي بلانس ترانكنتس سنيل. فنبدأ أول حاجة بالفاشيولا هيباتيكا. خلينا ناخذ لايف سايكل سريع يعني ومش لايف سايكل مش حنعطيكم ديتيلز ولكن حاجة سريعة باش تعرفوا شنو هما الحاجات العملية اللي حنقروها. فأولا الديفينيتيف هوست متاع الفاشيولا هما الشيب. فنعتبر ان هذه الادلت فاشيولا موجوده في الشيب. الادلت فاشيولا هذه حتعطينا اكس. فالاكس هادو بيطلعوا في الفيسيز وبعدين مثلا نقول ان هم يخشوا الواتر. الاكس هادو سيلو ماتشويشن يولو ميرسيديم. امتى يولو ميرسيديم؟ طبعا البروسس هذه هم كانوا في واتر وبعدين امتى يولو ميرسيديم اول بروسس حتكون داخل السنيل داخل الانترميديت هوست. يعني هم من امتى ما تحولت الميرسيديم هي توا موجوده تحت نطاق او داخل السنيل. فمن هنا حتكمل اللايف سايكل بتاعها داخل السنيل. سو ميرسيديم حيصير لها ماتشويشن حتولي سبورسس. سبورسس هذه حتولي ويديا وحتولي معبيه بحاجات صغيره اسمهم سيركاريا. فهذه ويديا عباره عن كيس كبير وبعدين حينفتح الكيس وحيطلع السيركاريا هذو. السيركاريا هذه بعدين اخر ستيج في مرحله الانترميديت هوست. بعدين السيركاريا حتطلع خارج السنيل وحتولي للميه. السيركاريا هذه حيصير لها مور ماتشويشن وحتتحول من سيركاريا الى ميتا سيركاريا. بعد خلاص متى السيركاريا هذه هي الانفكتيف ستيج يلي حتكون معديه. فالمتا انسيستد متى السيركاريا هي الانفكتيف ستيج. فاحنا في العمل شن حنقرو من هذا كله؟ اولا احنا حناخذ الادلت ستيج هذا وحناخذ اللاترال سكشن منه. يعني حناخذ نوعين، حناخذ الادلت ستيج زي ما هو وحناخذ اللاترال سكشن تاعها. ثانيا حناخذ الاج حتى بنقروها في الميكروسكوب، حناخذ السيركاريا، حناخذ الميرسيديم وحناخدو الانترميديت هوست متاعها اللي هي السنيل هادي اسمها اللمنيا سنيل. فنبدأ بأول فورم اللي هي الادلت ورم. شن المواصفات متاع المورفولوجي؟ فرست اوف اول قالك ان هي flattened leaf shape. فهذه هي الادلت فاشيولا. قالك ان هي flattened leaf shape unsegmented. flattened هي مفتحة زي ما تشوفها هيك مفتحة، يعني هي مش 3D. حتى لو شفتها من جنب حتشوفها مفتحة زي شنو؟ زي ورقة الشجر. اظن هي يعني واضحة، مش تشوفوها تتفكروا ورقة الشجر اللي تبدأ هيك، يعني زي الورقة متاع الشجر. تاني ان هي unsegmented يعني كلها جزئية مع بعضها مش مفرقة. لان زي ما قرينا في الparasites اللي فاتوا متاع cestodes كانوا segmented زي الإكينوكوكس وهيكي، بس هادي not segmented. يعني الإكينوكوكس وتفكروا كانت راس وبعدين نك بعدين في 3 segments، بس هادي unsegmented تعتبر كلها جزئية واحدة مع بعضها. شوفوا غير مجزأة، تاني ان هي flattened مفتحة وشكلها leaf shape زي ورقة الشجر. اوكي سكند عندنا قالك ان هي shouldered appearance. ايش معنى shouldered appearance؟ فالفاشيولا هذه عندها حاجه هنا اسمها cephalic cone. فالcephalic cone هذه عاطيها كانها هنا في زوز كتفات، يعني هي عندها shouldered appearance علاش؟ لانها عندها cephalic cone. نفس الشيء هنا shouldered shoulders معناها كتاف، فهي كان عندها زوز كتاف. يعني هذا كتف وهذا كتف وهذا الراس متاعها. الراس هذا يقولوا له cephalic cone. اصلا كون كلمه كون معناها طربوش، يعني شوفوا هي شكلها زي الطربوش. فالراس متاع هذا يقولوا للسفالك كون، وهنا عند الشولدر ابيرنس كانها الكتاف. اوكي ثانيا او ثالثا احنا وصلنا توا قال لي عندها اورال سكر اند فنترال سكر. يعني في هنا سكر اسمه اورال وهنا فنترال. نفس الشيء هنا عندها اورال كانها فتحه هنا اورال سكر وهنا في فنترال، هنا في فنترال. خلاص واللنت متاعها هما 3 سنتيمتر، يعني انتم مش حتقدروا تقيسوها بس اللنت متاعها 3 سنتيمتر يعني مش كبيره هلبا. فأجين المورفولوجي أول حاجة أن الفاشيولا هذه فلاتن مفتحة وشكلها leaf shaped unsegmented. فلو سألكم عليها لو قالكم شنو تكتبوا في المورفولوجي أهم حاجة تكتبوا flattened leaf shaped، تقولها كلمة leaف شيب unsegmented غير مجزأة لأن هي كل جزئية واحدة مع بعضها. الكاركترز متاعها أن هي shouldered appearance كأن عندها كتاف. وعلاش كان عندها كتاف؟ لأن هي عندها رأس ورأس هذا اسمه cephalic cone، لأنه منظرة زي الطربوش. وثالثا أن هي عندها oral sucker و ventral sucker. فنجي نشوفها في الميكروسكوب. ففي العمل انت هيك بتحط عينك بتلقى حاجه زي هيك، فواضحه جدا يعني طول انت بتلقى حاجه هيك فلاتن مفضحه وشكلها زي الليف. اوكي زي تري ليفز. قلنا ان هي عندها اورال سكر وفنترال سكر، فما هذو هيك الفتحات هذو. نفس الشيء هيك فتحه هنا الفتحه الثانيه هذه، هذو الاورال سكرز وفنترال. وقلنا ان هي عندها شولدر ابييرنس. اوكي هذا الشولدر ابييرنس وعندها سيفاليك كون.
فحنقرو توا اللاترال أو transverse section بتاع الفاشيولا هيباتيكا، عندنا هذه الفاشيولا adult worm، جو هيك قصوها واخذوا lateral section، فهمت؟ حنشوفوها على الميكروسكوب شنو فيه. اولا هذه مثلا فاشيولا الانتيرير بارت فاستها اليوتيرس واللي فاستها الاجز ومن تالي فاستها التستس، فهنا نفس الشيء، هنا في اليوتيرس هنا او شيء، هذه اليوتيرس فاستها الاجز مش واضحه هالبنا، هنا في الفنترال والاورال ساكرز، هذه الانتيرير اند وهذه البوستيرير، فالانتيرير اند قلنا فاستها الاورال والفنترال ساكرز، وهنا عندنا اليوتيرس واليوتيرس حيكون مليان اجز، وبعدين في البوستيرير اند عندنا التستس، فهمت؟ نجي نشوفها في الميكروسكوب، هذه هي البوستيريور اند، تشوفها معبية تستس، وهذه هي مش انتيريور، هذه جاية بالنص، هذه مش جاية انتيريور، هيك الجزء هذا قصوه ودرنا له زوم ان، فهنا نقدر نشوفوا ان الاند هذه يعني شوف اليوترس قال لك نير ذا انتيريور اند، يعني هي جاية من جهة الانتيريور لكن مش حتكون انتيريور، يعني مش حتشوفوا هيك ايدج زي هذا، فهذه حيكون فصل اليوترس والاكس واضحة جدا، او هادو الاكس قصوات حاط حرفيا شكلهم زي الدحي وداخل اليوترس، وهنا من posterior end هما هادو التستس، اوكي يعني هو اصلا posterior end عندك خيارين، يعني الانز يا اما حتكون posterior يا اما حتكون anterior، لو كانت anterior end حيكون فصلها ventral and oral suckers اللي هو مفيش ليهم سلايدات في المعمل، ولو كانت posterior end حيكون فصلها التستس، ولو جت في النص حتكون uterus معبية eggs، فانا حتقولنا هذه lateral section or transverse section of the fasciola hepatica. This is the posterior end because it is filled with testes. وهذه هي middle end or near the anterior end. It is uterus filled with eggs. الصورة هذه طبعا حتى مش موجودة في المعمل لينا ولكن كانت موجودة في السمس اللي فات بوت مقابلة واحدة كانت موجودة. فأنا أخذتها منها يعني just in case ممكن تجيكم في جهة اليوترس ولو جيتكم في جهة posterior end فحتكون هذه transverse section of fasciola. فهنا نبي نوضح لكم هذه الفاشيولا in real life يعني مش مايكروسكوب، فنبي نوري لكم السكرز هادهم، هذا الأورال سكر والفنترال، طبعا هو مش حيجيبوا لكم العين هذه لكم مجرد للتوضيح، السكرز هادهم تمام. بعدها عندنا الأج، الأج طبعا من مواصفاتها قالك إن هي أوفل يعني منظرها زي الدحية، تاني حاجة قالك إن هي سيمتريكال، شو معنى سيمتريكال؟ إنها لو قصناها على نص وطبقناهم على بعض هيك زي البيتزا مطبقة حيكون نفس الشيب، حتاخد نفس الشيب بالضبط، فهذا بمعنى symmetrical، أمتى حاجة لو قصناها على النص وحطناها فوق بعض حتكون متطابقة. operculated شو معناها كلمة operculated؟ operculated طبعا تأتي أصولها يعني من كلمة لاتينية بمعنى أن احنا كأنها مغطى to cover with a lid يعني باش نغطوها بمغطى، فقالك أن الدحية متاع الفاشيولا it's operculated لأن فصلها مغطى، يعني كان هيك شيشة فيها مغطى. فلو نجو نشوفوا اللاب بيكتشر هذه صورة معمل واضحة جدا المغطى متاع هذه المغطى، فالأج متاع الفاشيولا operculated هي تتغطى بمغطى ومعها المغطى متاعها هيك شكلها، هذه كأنها مغطى هنا هو المغطى قاعدة، فهذه كلمة نية operculated. وثالثا قالك نية unembryonated إن مازال ما تكونتش الامبريوز متاعها، فشوفوا حتلقوا إن مازال ما فيش شيء تكون فيها، هنا شوفوا في الصورة مازال ما فيش شيء تكون فيها يعني دحية فاضية، نفس الشيء هنا دحية فاضية مازال ما تكونتش شيء، ف it's called unembryonated. فالمورفولوجي متاع الفاشيولا اج اولا ان هي diagnostic stage، هذه لازم نعرفوها ان الفاشيولا اج هي diagnostic stage، يعني انت بنديروا diagnosis حنشوفوا الصورة هذه. فأول حاجة إن هي أوفل منظرة زي الدحية symmetrical، إن لو قسمناها على النص حتكون نفس المتطابقة. operculated بمعنى إن هي عندها مغطى، و unembryonated بمعنى إن هي مازال ما كونتش eggs فحنلقوها فاضية مازال ما كونتش شيء. فأنتوا أول ما بتشوفوا الشكل هذا هل هي unembryonated؟ yes لأن مازال ما كونتش eggs. هل هي operculated؟ yes كأنها مغطى. هل هي oval shape symmetrical المواصفات كلها فيها؟ خلاص. next up عند السركاريا، ففي المورفولوجي بتاع السركاريا قالك اول حاجه ان هي عندها unforked tail، فعندها tail، التيل هذا unforked شو معنى unforked؟ يعني اوكي فورك معناها فركاتة، كلمه فورك بالانجليزي معناها فركاتة، فاحنا نعرف ان الفركاتة هيك عندها زوز سنون ولا، ف unforked كلمه unforked معناها ما عندهاش سنون، فالتيل متاعها ما ينقسمش، يعني مش زي توالحوتة، مش الحوت هيك عندها التيل متاعها ينقسم هيك هذا الحوت ولا، فهذا اسمه forked tail. فهنا قالك ان التيل متاعها unforked يعني ما ينقسمش هيك نازل كلها مع بعض، هذه هي كلمة unforked tail، وقالك انه يستخدم فيها باش يعوم لان هي موجودة in the water. تاني قالك ان هي عندها conical body، فالشكل هذا هو اسمه conical، عندها conical body. وثالثا it is not provided by penetration gland، يعني ما عندهاش glands للpenetration، علاش؟ لان قلنا ان السركاريا مش هي الانفكتيف stage، السركاريا تطلع من السنيل وبعدين تتحول الى insisted metasircaria وبعدين هذه الانفكتيف stage،
فمقارنة بالشستوسوما حنلقى ان السركاريوم بتاعها عندها penetration glands انها تستخدم فين باش تخترق لان هي infective stage، لكن السركاريا اللي موجودة في الفاشيولا مش هي infective stage فلهذا ما عندهاش penetration glands. فالمورفولوجي اول حاجة نحن طول واضحة حنلقى ان هي عندها conical shape، هذا هو الكونكل شيب وعندها تيل، والتيل متاعها unforked يعني مش مفرق هيك نازل حاجة واحدة، هذه هي السركاريا. وثالثا ما عندهاش penetration glands. فهذه الصورة اللي حتجي في المعمل حتحطوا عينكم حتشوفوها واضحة جدا، عندها conical body unforked tail no penetration glands فthat's السركاريا. بعدها عندنا ميريسيديم، فنجون نشوف المورفولوجي متاعت ميريسيديم. أولا قالك إن هي pyriform in shape يعني شكلها pyriform. pyriform شو معناها؟ منظرها زي انجاصة، فبالانجليزي انجاصة يقولونها pear هيك، فهذه يقولونها pyriform أم تكون منظرها زي انجاصة، فهيك يشوفوا هذه شكلها زي انجاص، فهذه هي pyriform in shape. تاني قالك إن هي عندها ciliated body، فالجسم بتاعها من الخارج هيك كله cilia. فحنا في الميكروسكوب السيليا اللي حنشوفها مش حتكون واضحة، لكن حنقدر نشوف إنه في طبقة، شوفها هيك في طبقة في الخارج، هذه هي طبقة السيليا. وثالث حاجة وهي أهم حاجة حنظبطه بها إنه قالك it's provided by two dark eye spots، يعني عندها هيك صاص حاجات داكنات كأنها عيون، ومرات يبانوا كأنها حاجة واحدة يعني يكونوا قراب على بعض لدرجة ما يبانوا كأنها حاجة واحدة. فخلي المورفولوجي اللي خلالها كلنا نجي نشوفوها على أرض الواقع في المعمل. اوكي فهادو ما الاي سبوتس اللي دوتركم عليهم، هادو الاي سبوتس حنلقوا هيك كأنها عيون. تانيا قلنا ان هي pyriform in shape يعني شكلها زي انجاصة. ثالثا قلنا ان هي ciliated، فزي ما تشوفوا هنا تشوفوا هيك في طبقة، صح هي ما تبانش واضحة هلبة لكن في طبقة شفافة هنا كأنها سيليا. نفس الشيء هنا في طبقة محاوطة الميريسيديم، هذه هي السيليا، طبقة لهنا هذه هي السيليا، هنا واحدة تبان شوية. اوكي فهذه طول واضحة المورفولوجي بنشوف ثلاث حاجات. اولا يعني انا في رايي كنت انا بنشوف الميكروسكوب هذا اول حاجه بنشوفها هي العين، هذه خلاص بنقول ان هذه هي، بس لو تبغوا تجيدوا تاكدوا حتشوفوا ان هي بيرفورم ان جيب، لو حتزيدوا تتاكدوا حتشوفوا ان هي سيليتد، ولكن انتوا اصلا مش حتقدروا تشوفوا ان هي سيليتد فتعتمدوا على ذا فاكت ان هي عندها عيون وبيرفورم ان شيب. لاست عندنا الليمنيا سنيل، هذه الليمنيا سنيل هي الانترميديت هوست قلنا بتاع الفاشيولا، هي اللي حتخش الفاشيولا ايج وتكمل اللايف سايكل بتاعها داخل الليمنيا سنيل. فشنو المواصفات بتاعها؟ اولا قالك ان هي الليمنيا سنيل لو خدناها وحطيناها على الباك بتاعها فالفتحه بتاعها حتجي على اليمين، فهمتوا يعني احنا هذه سنيل لو جينا وخدناها وحطيناها على الظهر بتاعها الفتحه بتاعها حتجي على اليمين، فلهذا سميت داكسترول. داكسترول معناها right sided opening يعني لو حطيناها على الباك متاعها الفتحة متاعها حتكون على اليمين، فلهذا سميت داكسترول. تاليا قالك ان هي عندها sharp apex، فهي هنا وايد ومتكون ما تلوي نفسها هنا عندها sharp apex. بعدها قالك ان هي عندها large body فالجسم متاعها كبير، وقالك wall شو معنى wall؟ ان هي تلف الجسم متاعها يقعد يلف هيك، هذه كلمة wall. فخلاص مورفولوجي متاعها يعني اكتر حاجة تميزة ان انت لو انحطت على الظهر متاعها تلقى ان الفتحة متاعها جاية على اليمين، وعندها sharp apex وعندها large body and walls. فنجو نشوفها في المعمل، هيحطوها لكم في عينات هيكي، طبعا هي صغيرة هلبة، بشوفوا هادو ثلاثة هم تنحطوا على الظهر متاعهم الفتحة متاعهم جاية على اليمين، شوف هادي على اليمين هادي على اليمين هادي على اليمين، فلهذا المورفولوجي حتكتب ان هذه الانترميديت هوست لمنيا سنيل انترميديت هوست اوف فاشيولا هيباتيكا، وحتكتب المورفولوجي بتاعها ان هي داكسترول. شو معنى داكسترول؟ ان الفتحه بتاعها تجي على اليمين، حتكتب ان عندها شارب ايباكس، وممكن تكتب ان عندها لارج بودي وول. خلاص نجي للريليتد كويشنز. فالميديكال امبورتنت ان هي كوزز ا ديزيز كولد فاشيولوسيس، الديفينيتيف هوست بتاعها هو يا اما في الشيب او الكاتل، الانترميديت هوست قلنا اللي هي الليمنيا ترانكيتولا سنيل، حاول ان هي تقول اسم كامل يعني ما تقولش ليمنيا سنيل فقط، قول ليمنيا ترانكيتولا سنيل. مود اوف انفكشن يا اما من خلال انجشن اوف واتر كريس او درينكينج انفكتد واتر. واتر كريس هذا زي النبته، نوع من النبته يعني واتر كريس عباره عن نبته خضراء هيك شكلها زي المعدنوس زي الجرجير حاجه هيك، هذه اسمها واتر كريس. فقال لك المود اوف انفكشن عاده تكون في الواتر كريس او من خلال درينكينج انفكتد واتر. الانفكتيف ستيج هي الانسيستد ميتاسيركاريال باثوجينيك ستيج، مش مكتوبه عند الدكتوره ولكن حسب المرجع all stages are pathogenic، لكن مش مكتوبه عند الدكتوره. الكلينيكال فيتشرز خلينا نختاركم على توا. كلينيكال فيتشرز هي تسبب في ليفر تيشو نيكروسيس وايضا تسبب في بيليري جاندس، دير لكم خط
اوكي سو ذا مين ثينج ان هي ليني اصلا فاشيولا هيباتيكا فهي تمشي للليفر مين سايد. فالمين ثينج ان هي تسبب في ليفر تيشو نكروسس دي اللي نكروسس في الليفر وتسبب ايضا في جاندس. الدايجنوسيس يا اما حنلقوا الاجز في الفيسيز او ممكن يكون ايضا من خلال انتركيوتينس رياكشن وذ انتيجين. كيف يعني؟ احنا حندخلوا عينه وبنشوف لو صار فيه رياكشن مع الانتيجين تاع الفاشيولا نفسها معناها في عندنا فاشيولا داخل جسمنا. لو ما صارش فيه اكشن معناها ما فيش. المورفولوجيكال فيتشرز هم الدول على فوق. التريتمنت من خلال البايثاينول والهابيتات او ذا موست انفكتد اورجن هو الليفر او البيلري باسج. فهذا علاش الليفر يسبب لنا ليفر تيشو نكروسس والبيلري باسج يسبب لنا في الجاندس. اللي بعده عندنا الشيستوسوما مانسيني وبعدين حناخذ اخر حاجه اللي هي الشيستوسوما هيماتوبي. فالمانسيني هذه شن حنقول فيها؟ حناخذ الادلت ميل والفيميل كابل. خلينا نحكي لكم على الشيستوسوما ان هي الميل والفيلم تاع الفيميل نتاعها ديما موجودين مع بعض ما يتفرقوش. اوكي فهذا الصوره اللي حناخذوها هي كابل بمعنى ان هم لاصقين مع بعض. بعدين حناخذ صوره للميل بروحها وصوره للفيميل كيف دايره يعني جزئيه بروحها لان مرات في السلايد ما تجيناش كابل مع بعض مرات تجينا بروحها. بعدها حناخذ الاج نتاعها حناخذ السيركاريلين انفكتيف ستيج حناخد السيركم اوفال جرانيلوما في الشيستوسوما مانسيني اللي هي تعتبر كلينيكال كيس مش كلينيكال كيس يعني حجيبها لكم في الميكروسكوب فما تعتبرش من اسئله الكلينيكال كيس. واخيرا حناخد الانترميديت هوست اللي هو البايومفلوري سنيل. فاولا نبدا بالكابل اللي هي الادلت ميل والفيميل مع بعض على نشوف كيف شكلها. هادو هما الشيستوسوما مانسيني ادلت فيميل اند ميل. فنبدا اول يعني نشوفوا هذا الكبير هو الميل واللي اصغر منه لداخل هي الفيميل. طبعا هما هنا متيجوا للنهايه هذه حيتفرقوا على بعض. فيميل بتقعد التيل نتاعها بروحها والميل هذا الهد نتاعها بروحها. طبعا هذا مش التيل هذا الانتيير بورشن. المهم خلينا نشرحوا المورفولوجي من الاول. فنبدا بالميل. الميل قال لك انه هو عنده هنا هذا الميل قلنا الكبير انه هو الميل. فقال لك ان هنا عنده تستس هما هادو قال لك 6 to 9 تستس. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ما يبانوش لك المهم ان هو فات عدد 6 يعني فتستس عاده from 6 to 9. ثاني خلينا نقول لكم ان المعلومه هذه مش مهمه في الميكروسكوب لانه مش حيبانوا يعني التستس هذا تشوف فيهم ام تنجون تشوفوا العين على الميكروسكوب زي هنا تو هذه الميكروسكوب بتحط عينك تشوف حاجه زي كده تو هنا التستس يبانوا ما يبانوش ما تقدرش تعد هيك يبان انه في تستس لكن you can't count them. فالمهم قال لك ان هو مورفولوجي يعني حتكتبها كتيبه حتى لو ما شفتهاش حتكتب ان هو عنده 6 to 9 تستس. عندك كيوتيكل والتيوبركليشن شنو هذه؟ فهذه هي الطبقة الشفافة تشوفوا فيها هذه هيك خلينا نرسمها. هذه هي الكيوتيكل هذه الطبقة هي الكيوتيكل والكيوتيكل هذه قال لك عندها كورس تيوبركليشنز. تيوبركليشنز معناها كأنها حاجة أخذناها في الأناتومي مش عم في عظمة ويبدأ فيها تيوبركل معناها كأنها حاجة طالعة منها. فهذه كانت تيوبركليشنز ما نقدرش ندير زوم أكثر من هيك. المهم هيك هذه تيوبركليشنز شفت كيف في tubercle لكن كلهم لصقات في بعض فهذا سمي coarse tubercles. هادو كلهم tubercles. فخلاص الميل شو المورفولوجي متاعها انه هو عنده testes from 6 to 9 عنده coarse tubercles الكيوتيكل هادي اللي هي الطبقة الخارجية اسمها cuticle والكيوتيكل فصلها coarse tubercles. اما بالنسبة للفيميل فقال لك ان الانتيرير هاد متاعها هيك ملوي عن نفسها وفصل الاوفريز. طبعا خليني نقول لكم معلومه لو تتفكروا في النيماتودز كان ديما عندنا ان الميل هي اللي تبدا ملويه والفيميل هنا هي اللي تقعد ستريت ولا هذا في النيماتودز. لكن هنا في الترماتودز العكس هنا الفيميل هي اللي حتكون هيك ملويه والميل هو اللي واقف هيك واقفه جديه واقف ستريت. فاحنا كيف حنتفكروها؟ لان في الترماتودز قلنا ان الميل والفيميل يقعدوا مع بعض في الشيستوسوما فخلاص هي الفيميل تو طمنت ما دام في معاها ميل خلاص تو هيك بتاخذ راحتها وبتلوي وبترقد وبدير زي ما تبي. عكس النيماتود ان هي كانت بروحها فكانت لازم توقف هيك وقف جد وما تقدرش تلوي نفسها. لكن هنا لان هي قاعده بروتكتد يعني هي محميه من الميل فهنا تقدر تلوي براحتها وتدير زي ما تبي. فهيك كيف حنتفكروا ان الفيميل هي اللي ملويه في الترماتودز لكن في النيماتودز لازم تقعد ستريت والميل لو لقينا لويه في النيماتودز معناها هي الميل. فالفيميل قلنا هنا ان الانتيريور بارت بتاع طب كيف عرفنا ان هذا الانتيريور بارت بتاع الفيميل؟ ما نعرف ان هذا الهيد بتاع الميل خلاص وما دام هذا هو اللي ملوي معناه هذا الانتيريور بارت قز اكيد الهيد بتاع الميل مش جاي في البوستيريور واكيد ما عندناش مثلا بوستيريور بارت بتاع الميل والانتيريور بارت بتاع الفيميل هما يا اما زوز انتيريور يا اما زوز بوستيريور. فزي ما نشوف في الصوره هذه الميل هيد هذا هو الانتيريور فذس از ذا انتيريور ريجن اوف ذا فيميل. شوف فصته هيك هنا لويه تيل والتيل بتاعها فصته اوفريز. هذوما الاوفريز مش وضحت هلبا لكن يبان لك انه في حاجه. هذوما الاوفريز بتاع الفيميل. فالمورفولوجي اولا هما flattened body adult male عشان المورفولوجي متاع عندك number of testes from 6 to 9 عندك cuticle خليني امسح لكم هذه بس في
عندك cuticle هنا that has coarse tuberculations خلاص هذا الميل تشيك. بعدين الفيميل لو جتنا شن حنكتب عليها؟ حنلقوا ان الاوفري از لوكيتد ان ذا انتيرير ثيرد اوف ذا بودي، والانتيرير ثيرد اوف ذا بودي هيك ملفوف على بعض. تمام فهذه هي الصوره اللي حنشوفها في الميكروسكوب، لما تحط عينك بتشوفها هيك. فهذه هي الفيميل واضحه، وهذه هي الميل، والميل واضحه ان هنا في الهد بتاعها، وهذه هم التستس اللي دوين عليهم. حتى التوبيكلز الكورس تيوبيكلز دوين عليهم مش حيبانوا، حيبان في طبقه لكن مش حيبانوا هناك، احنا حنكونوا حافظين. فهذا كله نقول لكم فيه مش لان انتم حتشوفوه في الميكروسكوب، انتم مش حتشوفوه، لكن باش تكتبوا عم تجوا تسالكم على المورفولوجي حتكتبوا المعلومات هذه كلها. لكن انتم عم تشوفوا في الميكروسكوب شنو راح تعرفوه؟ حتعرفوا ان حتشوفوا ان في هد، او حتلقوا ان في زوز مع بعض، حتقولوا هذه شيستوسوما، ما فيش بيرسايت ثانيه عندها هيك زوز لاصقات في بعض. بعدين كيف انتوا حتعرفوا ان هي شيستوسوما مانسيني؟ لان حتلقوا ان هذه هيك تجي في الانتيريور بارت وتلف عن نفسها. على شمال الهيماتوبيوم كيف دايره؟ الهيماتوبيوم تو ناخذها في اللي بعدها من تالي تلف عن نفسها، من قدام لاصقه فيها طبيعي، والتالي اللي من تالي هو يلي ينفرق براحه ويبدا يدير دوره. فبعدين حتفرقوا هذا كيف تفرقوا بين شيستوسوما مانسيني وهيماتوبيوم. الباقي انتوا طول حتشوفوا حتظبطوا ان هي شيستوسوما، مش حتشوفوا لا تستس لا شيء، مش حيبان اصلا. فانتوا حتشوفوا زوز مع بعض هيك حتقولوا ان هذه شيستوسوما. كيف حتفرقوا لو هي مانسيني او هيماتوبيم؟ المانسيني تلقوها من الانتيريور بارت هيك لافه عن نفسها، اما بالنسبه للهيماتوبيم خليني اوري لكم توا. شفتوا هذه الهيماتوبيم؟ الهيماتوبيم هذا الانتيريور هاد بتاعه ولا لا؟ الانتيريور لاصقه في الميل امورها تمام، تجيب من التالي من البوستيريور اند بتلف براحه. فهذا كيف تفرقوا بين المانسيني والهيماتوبيم. اوكي خلينا نولو. فهذه اللاب بيكتشر، هذه هي الفيميل وهذا الميل. المورفولوجي حتكتب عنده 6 to 9 تستس. هل هو يبان ان عنده 6 to 9 تستس؟ نو ما يبانش، لكن انتم المعلومه اوريدي عارفينها. هذا الهيد بتاع الفيميل وهذا الانتيريور بورشن اوف ذا، هذا الهيد بتاع الميل سامحوني، وهذا الانتيريور بورشن اوف ذا فيميل. تمام. طب هنا عندنا شيستوسوما مانسيني الميل بارت براحه، يعني ما واخدين صوره هيك من صوره الميل براحه من غير فيميل. فانتم ما تقعدوش حافظين المعلومه هذه، بس انا عادي تجيكم الميل براحه. فكيف حنفرقوا؟ نفس الشيء قال لك ان هنا عندها كيوتيكل، هذه الكيوتيكل اللي برا عندها كورس تيوبيكليشنز. ثاني هنا عندنا تستس فروم 6 تو 9. طبعا حتى في صورتي ما تقدروش تبانها، 1 2 3 4 5، هل هو 6 في 7 مش معروف. المهم هو في عدد من التستس وفي الهد بتاعها. الهد هذا انا نفكر فيه، تعرف الاكسجين سكرز هذوك اللي حطوا فيهم التنفس الصناعي، مش حطوا هيك زي في حاجه على الخشم. فهذه هي السكر، في شكلها هيك زي بالك في صورة أوضح، هو الصورة هنا أوضح هي. الهد متاعها مداير زي هديك الحاجة اللي نحط فيها في الأكسجين، يعني في المستشفى مرضى المستشفى مش حطولهم حاجة هيك على الخشم متاعها. فتفكروا إن اللي شكلها زي السكر هي الشيستوسوما، they start with the same letter. فهي اللي تكون شكلها الهد متاعها زي السكر فهي الشيستوسوما، لأن تبدأ بالأس أس. والباقي حتى التستس هنا داكنة متبانش. طبعا هذه هي صورة الميكروسكوب نفسها، انتوا لو بتشوفوا دقيقة سامحوني. اوكي فانتوا لما بتشوفوا في الميكروسكوب حتطلع لكم الصوره هذه، مصورينها من المعمل بالتليفون مصورينها. فانتوا حتشوفوا الهد بتاعها، حتشوفوا هذه قلنا فكروها زي بتاع الاكسجين، فحتفكروا هذه اسمها سكر، فسكر شيستوسوما سيم لتر، تفكروها هيك يعني تستس مش حيبان ولكن لازم تكتبها في المورفولوجي. فهذه هي شيستوسوما مانسيني الميل، قال لك 69 تستس كيوتيكل و كورس تيوبيكليشنز. هذا كل اللي كاتبينه ما هيبانش، لكن المهم ان انتوا لازم تكتبوها في المورفولوجي. تمام. اما بالنسبه للفيميل، فالفيميل واخدين هذيك البارتي اللي ملوي هنا، هذا البوستيريور بارت بتاعها، طبعا ما يبان في شيء عباره عن حاجه نازله هيك، بس الانتيريور بارت بتاعها هي اللي فصلها الاوفريز. مش قلنا هنا ان الانتيريور بارت هذه فصلها الاوفريز؟ فواخدين السيجمنت هذا براحه ومصورينه هنا. ففي المعمل هذه صوره هما زوز لكن يعني لصقات في بعض، فهمتوا؟ يعني في المعمل غير سلايد، يعني اللي يصورها ما يقدرش يصورها هيك كامله مع بعض، لكن هي سلايد واحده يعني هيك لاصقة في بعض. فهذه هي الشيستوسوما مانسيني فيميل. كيف حنعرفوها؟ عادي ان هي ماشية هيك ستريت، الأوفريز هادو هما، يعني لو هنا الأنتيريور بورشن فاضي، هادي كأنها هادي فاضية أصلا، هي مش كأنها فاضي. شوفوا هنا هذا this region فاضي، توصل هنا في فصل الأوفريز، فهنا نفس الشيء، هادي this region anterior فاضي لعند ما يوصل لعند جزء هيك لباس بيه، بعدين يبدو يبانوا الأوفريز. فهذه الشيستوسوما مانسيني فيميل. اوكي بعد عندنا الايج، شنو هما الكاركترستكس او المورفولوجي بتاع الايج؟ اولا قالك ان الايج بتاع شيستوسوما مانسيني نون اوبركليتد. شنو هي؟ احنا قلنا ان كلمه اوبركليتد اخذناها في الفاشيولا ايج، انت تبي كلمه اوبركليتد اصلا اصولها لاتينيه بتقول لك حاجه بالمخطه بتاعها to cover with the lid. ففي شيستوسوما مش في شيستوسوما، في الفاشيولا ايج كان في اوبركليتد ايج، يعني كي دحيه وفي مخطه بتاعها، بس انا قالك ان ما فيهاش مخطه، سو اتس نون اوبركليتد لانها ما فصلتهاش مخطه، هيك مسكره كلها على بعضها. هل تشوفوا ان في مخطة؟ ما فيش مخطة،
هذا كلها ما فيش نقطة مسكرة كلها على بعضها. So it's a non-operculated egg. تاني حاجة قال لك إن هي عندها prominent lateral spine وهذه الحاجة اللي تعتبر الميزة فيها واللي حنستخدمها باش نضبط بها الأج. عندها lateral spine هذا هو spine متاعها. spine هو زي القرش شكيرات والقرش مثلا هيك بعدين في spine بعدين سامحوني ما نعرفش نرسم فمهم مش القرش هيك شكله وفاستا spine هذا هو spine. فهي الدحية هذه نفس الشيء عندها lateral spine. spine متاعها لازم تكتب انه lateral انه جاي قدام يعني مش anterior spine ولا posterior هو lateral spine. نفس الشيء هنا lateral spine وتعتبر هذا اكتر حاجة مميزة فيها وهي الحاجة اللي حنزبطه بها. وثالثا قال لك ان هي embryonated contains meristidium. شو معنى embryonated؟ يعني خلاص بدي تطلع في الاجز متاعها عكس الفاشيولا اج اللي هي كانت non embryonated حتى متشوفها في الميكروسكوب كانت فاضية ما فصلتها شيء. خلينا نزيد ونرجعوا لها for revision. فهذه هي الاج متاعها شفتها في الميكروسكوب كيف فاضية مازال non embryonated وهذه الاوبركليتد اللي قلت لكم عليها. اما بالنسبة للشستوسوما اج فهنا قال لك it's embryonated يعني بدو يطلعوا فيها حاجات الميرسيديوم بدا يبان فيها. فهذه هي صورتها في الميكروسكوب هذه اللاب بيكتشر. شوفوا اول حاجه بنشوفها هنا ان هي عندها lateral spine خلاص طول بتظبط نادي الشستوسوما مانسوني اج. وهنا نشوف كيف embryonated يعني بدو حاجات يتكونوا فصلها يعني الواضح ان هي مش باين مش فاضيه واضحه لها ان هي فصلها حاجات بدت تجيب اكس وبدا عندها embryos واللي هم الميرسيديمز. فحتقولوا ان هي has a lateral spine it is non operculated it is embryonated it contains meristidium هذا هم المورفولوجي بتاعها. بعد عندنا السكاريا. السكاريا هذه تعتبر الانفكتيف ستيج نتاع الشستوسوما سبيسيز بوث مانسيني وهيماتوبيوم الزوز. يعني هي نفس السكاريا نتاع الشستوسوما مانسيني هي نفس اللي حناخذها في الهيماتوبيوم. شو المورفولوجيكال فيتشرز نتاعها؟ هي تعتبر شبيهه جدا بالسكاريا اللي موجوده في الفاشيولا. الفرق الوحيد ان هذيك كان عندها ان فوركت تيل اما بالنسبه هذه التيل نتاعها فوركت. كيف يعني؟ خلينا نجي نشرح المورفولوجي. اول حاجه قالك ان هي عندها فوركت تيل. انا قلت لكم كلمه فورك معناها شوكه يعني كلمة فورك بالإنجليزي معناها فركتة. فالفركتة عندها زوز سنون هيك ولا زوز أو ثلاثة المهم إن هي عندها سنون. فأنا قالك إن التيل متاع الشستوسوما فوركت يعني هيك مداير سنون. أما بالنسبة للتيل متاع الفاشيولا فهو unforked يعني unforked معناها ما عندهاش فورك. فلذا التيل متاعها ماشي طول هيك. خلاص الباقي الفرق في فرق تاني قالك إن هنا الكونيكال بارت هذا فصتا penetration glands فالشستوسوما فصتا penetration glands أما بالنسبة للفاشيولا ما فصتاش. فهادو ما البنتريشن جلانس لكن الجلانس هادو أصلا مش حيبانوا في المورفولوجي حيبان إن فستا كونيكال بادي زي الفاشيولا وحيبان التيل متاعه واضح وحيبان إن هو فورك تيل. فذا فاكت إن هو عنده بنتريشن جلانس ما يبانش في المورفولوجي ما يبانش في الميكروسكوب ولكن حتكتبها في المورفولوجي. فهنا نعاودو عنده كونيكال انتيريور زي الفاشيولا وعنده تيل زي الفاشيولا. الفرق الوحيد إن هنا التيل متاعه فورك يعني هيك مسنن وغادي في الفاشيولا التيل متاعه انفورك. وفرق تاني ان هنا فاستا penetration glands اما بالنسبة للفاشيولا ما عندهاش. بعشان فرق علاش يعني معلومة نظري علاش هنا عندها penetration glands وغادي ما عندهاش لان هنا في الشستوسوما السكاريا هي الانفكتف ستيج هي اللي بتمشي وبتهد على جسم الانسان وبتخش فهي محتاجة penetration glands هادو باش تخش لان هي الانفكتف ستيج. اما بالنسبة للسكاريا في الفاشيولا مش هي الانفكتف ستيج هي مازال حتدير تطورات حوالي اسمها insisted metasarcaria وبعدين هي اللي حتكون infective فهذا علاش هي ما عندهاش penetration glands. فنجي نشوف الصورة هذه في المعمل يعني انتو هذه تصورت بالتليفون هذه اللي حتشوفها في المعمل. فواضحة جدا عندها conical body وعندها تيل والتيل متاعها فوركت ما فيش غيرها اصلا عندها تيل هيك. هم عندهم 2% شكلهم هيك السكاريا عندنا السكاريا متاع الفاشيولا هيك لكن الفرق الوحيد ان هي تنتهي خلينا نخربشها لكم تنتهي هنا يعني تبدا هيك والتيل متاعها. اما بالنسبة للسكاريا متاع الشستوسوما فهي هنا وبعدين فيه تيل اللي هي اسمها فورك تيل. تمام عندنا هنا هذه سيركم اوفال جرانيلوما. السلايد هذا طبعا الدكتوره جايبتها في شيء نظري بتاع لكني مش شرحتها في الفيديو ما نعرفش علاش مش شرحتها اللي هو مش جاي. المهم ان هي موجوده عندنا سلايد في العمل فحنقروها. فقال لك ان هي عباره عن هذا طبعا يعني هستو هذا هو ال part of the colon هذا هم نجي نشوفها طول على الصوره هذا هم الميكوس الابيثيلي هذا الجوبلت سيلز بتاعها. وهنا قالك انها حيكون في دحية ومحيط فيها الجرانيولوما اوكي. فهنا هادو هما الميكوس الابيثيليوم وهنا عندنا الجلانس هنا الجرانيولوما وهادي الدحية. فالدحية قالك انها حتكون عندها lateral spine طيب هنا lateral spine باين شوية هيك هذا هو lateral spine لكن في صورة المعمل متبانش حتبان حاجة هيك وخلاص لكن انتو طول حتزبطوها حتقولوا ان هذا section of the colon
بعدين حتظبطوا ان هذا ميكوس الابيثيليوم قبل قصاص حيحيط بها الاوفر جرانيولوما، يعني هذا تشوف فيه كلها جرانيولوما وهذه هي الاج. فهذا اسمه سيركم اوفر جرانيولوما ا بارت اوف ذا كولون. اوكي سيركم اوفر جرانيولوما اف شست سوما مانسلي ان ذا ميكوسا اوف ذا كولون. لازم تحددوا في مكانها ان هي موجوده في الميكوسا اوف ذا كولون. كيف حتعرفوا ان هي ميكوسا؟ لان هنا قلنا عندنا ميكوس الابيثيليوم، عندنا الجوبلت سيلز هادو، خلاص هو الجزء الطبيعي المفروض يكون هيك ما يكونش فيه الحاجه هذه، بس هذه الجرانيولوما اللي تكونت داخل كولون وهذه الاج شست سوما مانسلي اج. اوكي عندنا اخر حاجه البايم فيلاريا سنيل اللي هي الانترميديت هوست بتاع الشست سوما مانسلي. طبعا البايم فيلاريا ما عندناش منها عينه في المعمل، لك ما تعرفوش ما تندروش يعني مرات يجيبوها لكم، فاحنا حنقرا شكلها في الحالتين لان هي موجوده في سيدات الدكتوره. فالبايم فيلاريا شكلها يعتبر سهل زي السنبن، تعرفوا السنبن ولا هيك اللي يبدا ملفوف على بعضها هيك اللي يتاكل، فهي شكلها زي السنبن، تقعد هيك لفه بعضها خلاص تقعد دوره دوره دوره. فالهادي الانترميديت هوست بتاع الشست سوما مانسلي قال لك ان هي ديسك شيبت سنيل، يعني زي الديسك يعني هيك زي الدوره تقعد، هادي الديسك. او لو انتم تبوا تشبهوها بالسنبن بس ما تكتبولهاش يعني في المورفولوجي، لو جابوها ما تكتبوش السنبن، اكتبوا ديسك شيبت سنيل. هو مو مضرش حجيبها لكم مش موجوده في المعمل، لكن جست ان كيس. اوكي مرات يجونا على الكلينيكال كيسز احنا عندنا الكلينيكال كيسز ذات ار ريليتد تو الشست سوما مانسلي. اكتر حاجه ممكن جينا هو بيشنت زي هذا، اوكي عنده واضح ان عنده تضخم في الليفر وفي سبلين وعنده ايضا اسايتس. سو حتقول انه عنده هيباتوسبلينوميجالي اسايتس. هيباتوسبلينوميجالي قلنا هو تضخم في الليفر وفي سبلين، اما بالنسبه للاسايتس نوع امتى الابدومينال ريجن تتعبى بالفلويد هذا اسمه اسايتس. فخلاص هنا هذا كلهم هيباتوسبلينوميجالي هيباتوسبلينوميجالي. طبعا انتوا امتى تجيكم حتكتبوا ما تكتبوش هيك طول هيباتوسبلينوميجالي، حتقولوا ان هذا كرونيك شيستوسوميسيس، لازم تقولوا كلمه كرونيك هذا ما يصيرش في الاكيوت، واضح ان هذا الشيستوسوما لها مده يعني، فحتقولوا ان هذا كرونيك شيستوسوميسيس. بعدين تحددوا هيباتوسبلينوميجالي اسايتس، بعدين حتقولوا اتس كوز باي شيستوسوما مانسلي، لازم تحددوا الكوز بتاعها. ممكن ايضا يجونا هنا دايليتنج فينز، اوكي دايليتنج سوبرفيشال فينز او يوسافجيال فارسيز اللي هو الفينز بتاع اليوسافجس حتى ما يصير لهم دايليشن، علشان هو اصلا الهابيتات بتاع الشيستوسوما مانسلي موجوده في الفينس بلكسس، هذا الهابيتات بتاعها، فحنشوفه هنا يعني دايليتنج فينز او يوسافجيال فارسيز. ثالث حاجه ممكن تشوفوها هي الشيستوسوما درماتيتس. اوكي الشيستوسوما هذه طريقه ان هي تخش لجسم الانسان من خلال سكين بينيتريشن، فالسكاريا عم تدخلش لجسم الانسان من خلال الرجلين دير بينيتريشن، فحتسبب لنا سكين الرجي هنا اسمها شيستوسوما درماتيتس، فهذا يصير due to شيستوسوما سكاريا او هنا اسمها سكاريال بينيتريشن. اوكي ف related questions medical importance and causes schistosomiasis. The definitive host بتاع humans the intermediate host هي البايم فيلاريا سنيل. المود اوف انفكشن قلنا تكون من خلال البينيتريشن اوف سكين فتسببنا سكين شيستوسوما درماتيتس، او تكون من خلال ميوكس ميمبرينز. الانفكتيف ستيج هي السركاريا، الباثوجينيك ستيج not mentioned in the sheet. كلينيكال فيتشرز او الكومبليكيشنز ممكن يسببنا، هو مش ممكن يعني اكتر حاجه تسببها لنا هي الهيباتوسبينوميجالي، دير لنا ايضا فايبروسيس اوف كولون، ممكن تقولوا اسايتس، تقولوا يوسافجيال فارسيز، تقدر تقولوا انلارجد فينس باكسس او انلارجد فينز، يعني هو هذا كله تقدر تقولوا، لكن هي الدكتوره طالبه حاجه واحده بس، فانتوا لو قلتوا لها هيباتوسبينوميجالي خلاص حتاخذوا الدرجه. الدايجنوسيس ان احنا حنلقوا eggs with lateral spin in the stool، احنا حناخدوا عينه من stool وحنلقوا فيه eggs with the lateral spin، ندون على هادي هيك lateral spin هذا. المورفولوجيكال فيتشرز هم اللي دون عليهم فوق. التريتمنت حتكون من خلال برازي كوانتال، والهابيتات او the most affected organ هو the venous plexus of the inferior mesenteric vein، هذا علاش يصير لنا dilating superficial veins and esophageal varices، لان هي اماكن تواجدها هو the venous plexus. اخر حاجه عندنا هي الشيستوسوما هيماتوبيوم، شن حنقرا فيها؟ الشيستوسوما هيماتوبيوم هي اخت الشيستوسوما مانسلي، شن حنقرا فيها؟ هناخدوا الادلت ميل والفيميل كابل، طبعا هنا في الهيماتوبيوم مش هناخدوا الميل براحه والفيميل براحه، هناخدوا الكابل بس، هناخدوا الاك وهناخدوا الانترميديت هوست اللي هي البولينس ترونكاتس. فنبدا اولا بالكابل، هنا قال لك ان الكابل تشبه الكابل بتاع المانسلي لكن في اختلافات، ان هذيك قلنا ان الفيميل من قدام هيك يدير لفة براحة، بس هنا العكس، هنا من تالي يدير لفة براحة، يعني من قدام لاصقات في بعض ومن تالي متفرقات والفيميل هيك يدير لفة براحة، فهذه أكتر حاجة. تانيا في فروقات لكن مش حيبانوا في الميكروسكوب، لكن في المورفولوجي لازم تكتبهم. زي شنو؟ زي التستس في الشيستوسوما هيماتوبيوم غادي في المانسون يقولنا إن في 6 to 9، هنا في 3 to 5، يعني نجي نعده 1 to 3 4 فأقل من 5 يعني، فهنا range متاع from 3 to 5 testes. ثانيا حتى هنا فصلة tuberculations سامحوني، حتى هنا فصلة tuberculations لكن هنا it's fine. شو معنى fine؟ يعني شوفوا هنا مثلا
هيك تيوب بعدين هيك قصدي وضحات التيوبركليشنز اوكي. فهذا اسمه فاين تيوبركليشنز عكس التيوبركليشنز في المانسني كانوا هيك كله. فهذا اسمه كورس. كورس معناه مش واضحه لكن فاين معناه حاجه تكون دقيقه وواضحه. شوفوا يعني مشوكه هيك كل شويه يعني كل تشويكه في مساحه بين التشويكه الثانيه فتبان واضحه. فهذه عندها كيوتيكل وفاين تيوبركليشنز. المانسني مش فاين المانسني كورس فهيك مدايره. ثانيا التستس هنا عندها from 3 to 5 تستس غادي في المانسني عندها 6 to 5. ثالثا وهي اهم حاجه حنستخدموها باش نفرقوا يعني باش بجد نظبطوا ان غادي في المانسني قلنا ان الفيميل هيك تمشي على حاله في الانتيريور وفصل الاوفريز. هنا العكس هنا الفيميل عندها الاوفريز في البوستيريور ريجن وتتفرق على المال في البوستيريور ريجن يعني مش لازقات في بعض. المانسني من تالي لازقات في بعض ومن قدام متفرقات. هذه العكس هذه من قدام لازقات في بعض ومن تالي متفرقات. احنا امتى بنجوب نشوفه هنا هذه هي الصوره اللي حتشوفها في المعمل يعني بتحطوا عينكم انت مصوره بالتليفون. فهذه واضحه ان هي الهيد. هل انتوا تقدروا تشوفوا how many testes ما يبانش؟ فانتوا في المورفولوجي لازم تحفظوها حفظ بتكتبوا 3 الى 5 لكن انتوا في الواقع مش حتقدروا تظبطوا ان هذه هيماتوبين من في 3 الى 5 لانه ما يبانش. فالحاجه اللي بتظبطوا بها هي التيل. ما دام لقيتوا ان التيل طالع من انتوا اول ما تلقوا زوز مع بعض بتقولوا هذه شيستوسوما وضحت لكم. فخلاص ما دام لقيتوا ان التيل بتاعها طالع من تالي معناها هيماتوبيم. لو لقيتوا ان من قدام هي يلي طالعه مدايره لفه معناها مانسني. هذا هو الديفرنس يلي حتلقوه. الباقي بتحفظوه حفظ بتقولوا ان هي مثلا عندها فاين تيوبركليشنز هل هو يبان؟ لا ما يبانش لكن لازم تحفظوا وتكتبوها. حتقولوا انه عندها 3 to 5 تستس بس الحاجه اللي هي تبان قلنا ان الفيميل عند البوستيرير تيل هو اللي فصل الاوفريز وهو اللي لف على بعضها هيك تمام. هذه بالنسبه للادلت ميل والفيميل. ادلت فيميل سلندر بودي اوفريز لوكيتد ان ذا بوستيرير ثيرد اوف ذا بودي. المانسني اوفريز لوكيتد ان ذا انتيرير ثيرد والميل فلاتند نمبر اوف تستس 3 تو 5 الكيوتيكل هاز فاين تيوبركليشنز. بالنسبه للاج الاج نفس الاج بتاع المانسني بالضبط في فرق واحد ان هذيك التيل سباين اللي دوينا عليها مش قلت لكم هيك زي حوت القرش في هيك سباين. فسباين يلي طالع من المانسني جاي في لاترال اما هنا في الهيماتوبين بيجي انتيرير هيك يعني هي هذه الدحيه وسباين بيجي انتيرير زي هذه. هذا هو سباين. فهنا حيكون عندها تيرمينال سباين اوكي. تيرمينال من حاجه جايه في النهايه كيف الحاشيه. فهنا حيكون عندها تيرمينال سباين اما بالنسبه للمانسني حيكون لاترال سباين. هذا هو الفرق الوحيد بينها. الباقي نون اوبركليتد زيها زي المانسني اج ان هي ما عندهاش مخطه يعني elongated with terminal spine هذه هي الاختلاف. والباقي embryonated زيها زي المانسني اج حتى ده هنا embryonated. فهذه صورة المعمل خلي لكم خط باش تفرق تمام. فهنا عندنا صورة المعمل طول انتوا بتشوفوا الحاجة هيك المشوكة طالعة منها سباين هنا فهذه الاج متاع شيستوسوما هيماتوبي. لو لقيت سباين طالعة من جنب معناها هذه الاج متاع شيستوسوما مانسني. والباقي الحاجات حتكتبوهم كتيبين حتقولوا ان هي امبريونيتد. امبريونيتد ان هي مش فاضية يعني في حاجة هيك متكونة متقدروش تشوفوا شنو هي الحاجة لكن المهم ان في حاجة امبريونيتد وعندها ترمينال سباين. نجو للانترميديت هوست متاع شيستوسوما هيماتوبي اسمها بيلينوس ترونكاتس. شنو المورفولوجي متاعها؟ قالك ان السنان هذه انت تجي تاخدها وتحطها على ظهرها الفتحه متاعها تجي على اليسار فلهذا سميت السينسترول ان هي الفتحه متاعها جايه على اليسار. فاحنا شنو خدينا حاجه شباب هيك خدينا ان في الانترميديت هوست متاع الفاشيولا انت بنلفوها اللي هي اللمنيا سنيل الفتحه حتجي على اليمين سميناها دكسترال. فهنا العكس هنا الفتحه حتجي على اليسار سميناها السينسترول. فمتلخبطوش بينهم. البنس الفتحه بتاعها حجي على اليسار فلهذا سميت سينسترال ليفت سايدد اوبننج. اما بالنسبه لللمنيا سنيل اللي هي الانترميديت هوست بتاع الفاشيولا عم تنحطوها على ظهرها الفتحه حجي على اليمين فلهذا سميت دكسترال. تاني حاجه قالك ان هي عندها بلنت ايباكس. شو معناها؟ فالايباكس بتاعها مش شارب هلبة عكس الفاشيولا هذيك السنيل بتاعها الايباكس بتاعها شارب. هنا عندها بلنت ايباكس يعني مفتحه. شوفها مفتحه يعني مش ماشيه زي هيك مش شارب هذه مفتحه خلاص. والميديكال امبورتنس نتاعها لو سالكم عليها يعني لو جابتكم حاله زي هذه حتسالكم الميديكال امبورتنس نتاعها بس فحتقولوا ان هي الانترميديت هوست اوف شيستوسوما هيماتوبي. فهذه صورتها في المعمل. شوفوا انتوا طول بتشوفوها حتلقوا ان الفتحه نتاعها على اليسار حتقولوا ان هذه شيستوسوما هيماتوبي اللي هي الانترميديت مش شيستوسوما سامحوني حتقولوا ان هذه الترونكات هتقول ان هذه البولينس ترونكاتس اللي هي الانترميديت هوست اوف شيستوسوما هيماتوبيم. فلازم تسموا الاسم بتاعها وبعدين لازم تقولوا ان هذه الانترميديت هوست اوف شيستوسوما هيماتوبيم.
تمام. بالنسبة related questions for medical importance near causes schistosomiasis, definitive host متاع هو الhuman, الintermediate host هو البرونس تروكانتس snail, mode of infection قلنا من خلال penetration of skin في دي adrenal skin dermatitis أو mucous membranes, infective stage أو pathogenic stage هو infective stage هو sarcoria, pathogenic not mentioned في الشيت ومش لازم تعرفوه, الclinical features أو complications إن هي خلينا نقولكم أولا الhabitat وين باش تعرف الclinical features. بس هنا في أماكن تواجدها في pelvic والvesical venous plexus. فشن حيصير لنا يعني هي موجودة في pelvic region والvesical venous plexus. فحتين موجودة في venous plexus لكن موجودة في pelvic region. فحتسبب لنا urinary bladder cancer, ممكن دلنا hydroureter أو hydronephrosis. الdiagnosis متاعها ان احنا حنلقوا الاكس معاهم التيرمينال سباين تو دايج, يعني انت بناخدوا عينه حنلقوا اكس ومعاهم التيرمينال سباين. لكن شوفوا هذا الاختلاف وين, ان هنا الدايجنوس حناخدها من يورين اوكي, عكس هنا في الشيستوسوما مانسينيليا اختها الدايجنوس خدناها في ستول ولا قلنا ان حنلقوا اك وفاستها لاترال سباين, لكن هنا الدايجنوس حنلقوها في اليورين وحنلقوا اك فاستها تيرمينال سباين. فاكس والتيرمينال سباين هذه اللي مش عارفه ليش كتبت سبين, هذه سباين اوكي. فحنلقوا اكس بالترمينال سباين ان ذا يورين. طبعا كومبليكيشنز يعني لو فهمتهاش, هايدرويريتر بمعنى ان اليوريتر تكون معبيه, والهايدرونفروسس اللي امتى الكدني تكون دايليتد, والهايدرويريتر امتى اليوريتر يصير لها دايليشن, واليورينري بلادر كانسر يعني احنا حيجينا كانسر في اليورينري بلادر. بالنسبه للمورفولوجيكال فيتشرز زي ما دون على فوق, تريتمنت نفس اختها برازي كوانتال, والهابيتات او ذا موست افكتد اورجان هو البلفيك والفيسيكال فينس بلكسس. ممكن نكونوا كملنا جزئية الترامتودز من عامل الباراسيتولوجي, يفضل عندنا الأرثروبودز فقط اللي هي آخر محاضرة, وإن شاء الله بالتوفيق.